مصطلح انفلونسر او الشخص المؤثر بقى مرتبط بشكل اساسي بالسوشيال ميديا طبعا، وبقى دايما المصطلح ده بيتم اطلاقه على اي بلوجر او تيك توكر او شخص ليه نشاط وملايين المتابعين على السوشيال ميديا، لدرجه اننا بقينا نشوف ناس تقريبا ما عندهاش محتوى او بتقدم محتوى ممكن نوصفه بانه لا اخلاقي بتعرف نفسها على ان هم انفلونسر. المشكله مش في كده بس، ولكن في انه الناس دول بقوا مشهورين فعلا وبيطلعوا وبيتكلموا مع الشباب، وبنشوف كتير من الشباب ماشيين وراهم وبيسمعوا لهم. وهنا يجي السؤال المهم، السؤال اللي المفروض كلنا نسأله لنفسنا، هو لقب بلوجر أو شخص مؤثر المفروض أن احنا نقوله على مين؟ وإيه هي المعايير اللي المفروض تتوفر فيه عشان يكون بالفعل شخص مؤثر؟ كل الأسئلة دي وأكتر هنعرف إجابتها من الدكتور سامح نصر، استشاري العلاقات الأسرية. أهلا بحضرتك. كيف عندي منورة الدنيا كلها؟ مرسي لذوقك، شكرا. في البداية محتاجين نعرف يعني إيه شخص مؤثر أو البلوجر؟ مين هو ده؟ هقول لحضرتك، المفروض يعني الشخص المؤثر او البلوجر او الانفلونسر ده كله يبقى حد بيقدم محتوى هادف، محتوى بيكون المحتوى ده بيساعدنا في حياتنا ايا كانت بقى، طبي، فني، اجتماعي، ايا كان، على اساس ان هو فعلا يبقى شخص مؤثر في حياتنا ويقدر ان احنا نمشي وراه او نمشي ورا اتجاهاته ويساعدنا ويدعمنا في حياتنا. ده الطبيعي. طيب حضرتك شايف انه بقى يطلقوا على اي حد عنده ملايين من المتابعين ان هو بلوجر او شخص مؤثر، ده كلام مظبوط ولا لا؟ ما هي دي فعلا المشكله يا فندم. في ايه بقى؟ في ان دلوقتي لما بيبقى حد عنده يعني عدد متابعين كتير، ايا كان بقى ايه هو السوشيال ميديا، في ايا كان البرنامج او الابلكيشن، بيبقى عنده متابعين كتير، بتبدا هنا بقى الشركات وبيبدا هنا المنتجين يدخلوا في الموضوع، ويبقى هو ده اطلقوا عليه اللقب ده، وايا كان بقى نوع المحتوى اللي بيقدمه او ايا كان اللي هو بيقدمه، فاصبح اللقب يعني لقب سهل جدا ان اي حد ياخده، شويه اعلانات وشويه بروباجندا كده تتعمل، بقى ترند بشكل معين، فهنا بقى اصبحت القيمه لا قيمه له وخلاص. طب هو في نقطه غريبه كده ساعات الواحد بياخد باله منها، ان في ناس فعلا بتقدم محتوى غير هادف او محتوى غير اخلاقي والناس فعلا بتدخل وبتنتقدهم، ولكن في نفس الوقت بنلاقي ان هم برضه متابعينهم. ايه اللي بيحصل؟ ما هي دي بقى المشكله. حضرتك اثرتي الموضوع كده بالظبط، ان رغم ان هو محتوى غير هادف ومحتوى غير اخلاقي بالمره في بعض الاحيان يعني، ولكن الناس بتتابعهم وبتنتقدهم. انتوا مش واخدين بالكم، احنا لازم نوجه النصيحه دي للناس، يعني مش واخدين بالكم يا جماعه ان انتوا لما بتخشوا بتعملوا لهم كومنتات او بتتابعوهم وبتفضلوا موجودين كفان على الصفحه بتاعتهم او على الشكل بتاعهم، فانتوا كده بتدعموهم. بالعكس، ده هيفضل موجود معانا على طول في المجتمع المصري بتاعنا، وده اللي احنا بنرفضه. احنا مش عايزين ان احنا ندعم دول، بالعكس تعالوا نروح للناس اللي بتقدم محتوى هادف ايا كان تخصصهم، ونروح نشوفهم، هم دول اللي ندعمهم ونقف جنبيهم. بس فكره الكومنت، وحضرتك طبعا استاذتنا عارفه الكومنت اللي بيتكتب او التعليق اللي بيتكتب على بعض الاشخاص، حتى لو انت داخل يعني بعض الاحيان تلاقي واحده اتنرفز قوي او واحده اتنرفزت، دخلت شتمت ولا زعقت ولا قالت ده كده حاجه مش كويسه يا جماعه مجتمعنا، انتوا كده بتزودوهم برضه. فاحنا عايزين نقول لهم لا، ما تزودوهمش، حتى لو انت داخل تقول لهم كلام سلبي، طبعا احنا مش عايزين كلام سلبي، ولكن في النهايه ما تزودهمش وما تزودش الريتش بتاعهم، او ان هو انت تعليهم وانت قصدك ان انت بتنتقدهم، ده انت بتعليهم كده. طيب حضرتك شايف ايه هو دور المجتمع والاسره في ان هم يصنعوا الشخص المؤثر بطريقه طبعا ايجابيه، او الشخص المؤثر الحقيقي؟ الاسره دورها مهم قوي، يعني حلو قوي لحضرتك كده، تعالي نفرق ما بين الاثنين، يعني سؤالك ده كويس جدا، ان فعلا الاسره، خلينا الاسره تتابع شويه، لان اغلبيه فعلا الاطفال هم اللي دلوقتي بيحركوا السوشيال ميديا، لان هم متابعين جيدين جدا غير الكبار طبعا، فلازم الاسره تبقى متابعه على الاقل، حتى تتابع تشوف ابنها ده او بنتها دي بتتفرج على ايه، بتتفرج على اليوتيوبر ده وده وده وده، نشوف معاهم ايه المحتوى، نتفرج معاهم ونصاحبهم ونشوف معاهم المحتوى ده، هلاقي ان فعلا في حاجات كويسه ادعمه واقول له يلا انا هتفرج معاك، طب قول لي افتح ازاي واتفرج منين وكده واتابعه وادعمه. لكن لما الاقي حاجه بقى غير هادفه وغير اخلاقيه اقول لهم لا بلاش ده، انتوا بالعكس انتوا المفروض تلغوا الاشتراك في القناه دي او في الشكل ده او بايا كان يعني الطريقه، واقول لهم لا بلاش ده، لان ده يا حبيبي مش بتاعك دلوقتي، مش بتاع سنك. طبعا كل اسره على حسب طريقه توصيلها للمعلومه طبعا للطفل بتاعها ازاي، ولكن في النهايه
يلغوا دول. احنا كمجتمع لو ربطنا بقى هنا كده من دور الاسره البسيطه، كل واحد هيقول لك يا عم انا واحد من ضمن ال 120 مليون. لا، هي مش كده، ما تحسبش كده. تحسب ان لو كل واحد بدا يبدا باسرته البسيطه، راجل ومراته واولادهم، هتبدا الموضوع ينتشر، الدايره توسع توسع توسع، لدرجه ان في الاخر خالص مش هنلاقي الا في يوم من الايام ان شاء الله باذن الله، يعني نتمنى ذلك، المحتوى الهادف بس هو اللي بيطلع قدامنا وهو اللي فعلا بنتابعه. طيب من وجهة نظر حضرتك، ايه هي المعايير اللي لازم تتوافر في الشخص عشان نقدر نقول عليه ان هو بلوجر او صانع محتوى مؤثر؟ ايه هي مواصفات الشخص ده؟ هقول لحضرتك، بص، هي احنا بنقول رقم واحد المحتوى، يعني محتوى هادف، محتوى محترم، يليق ان هو يخش كل البيوت المصرية، ويليق ان بنت حضرتك وبنتي والاطفال الصغيرين والستات اللي في البيوت يتفرجوا على ده بدون في اي حاجه غير اخلاقيه او خدش الحياة او اي حاجه. فده رقم واحد، المحتوى المحترم المهم. رقم اثنين، للاسف هيبقى عنده فانز كتير. فهنرجع للاولانيه تاني، طب ما انا لو تابعت ده وعملت عدم متابعه للناس السيئه، خلاص بالتالي هقدر ان انا فعلا ده يبقى ظاهر قدامنا كلنا، لان مش احنا اللي بنتحكم في الحاجات السوشيال ميديا، شركات كبيره عالميه هي اللي بتتحكم في ده، فبالتالي ده اللي هيطلع لنا على طول. بس في الاول لازم يكون عنده محتوى، ولازم يكون حاجه تخش كل بيوتنا المصريه. فدي معايير الاساسيه، بجانب بقى طبعا ان هو اكيد لازم يكون بيفيدني في حاجه، يعني لو بتفرج على محتوى طبي مثلا، لا فعلا بيفيدني، بيقول لي نصيحه تمام، ولازم اتاكد من المصداقيه دي. اتاكد من المصداقيه ازاي؟ سهله جدا، انا واحد طالع بيقول ان انا دكتور الفلاني الفلاني، او انا صيدلي في الحاجه الفلانيه، فبقول لك اسماء الادويه البديله والكلام ده بتشوفه كتير كل يوم، اتاكد ان ده فعلا صيدلي، او اعمل سيرش على الاكونت ده او على الشخص ده باسمه، يعني اتاكد ان ده فعلا هيفيدني في الموضوع ده. طب خلاص كده، هو الحته المهنيه او الاكاديميه هو مظبوط فيها، خلاص هبدا ان انا اتابعه، فعلا بيفيدني، خلاص تمام. يبقى دي كده كمان مهمه جدا النقطه دي. دكتور سامح نصر، استشاري العلاقات الاسريه، بشكر حضرتك جدا على المداخله.